فيه أمور تدبر في الليل، تدبر ضد اتحاد الجزائر. أنا أقول من هذا المنبر يا نبيل ورفيق، نقول أنه على الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يكون متفطنا، لأن اتحاد الجزائر هي تمثل الجزائر بالدرجة الأولى، عليه أن يتفطن ويبدأ يكتب من الآن، ويبدأ من الآن يدير الملاحظات للكاف، للاتحاد الإفريقي، لأنه فيه أمور راهي تدبر الاتحاد الجزائري. هذه نهضة بركان ما رايش في مستوى تاع اتحاد الجزائر، لكن هم حابين يلعبوا بالكواليس. نفكرك برك، نفكرك بلي لا كوميسيون دالبيتراج متمثله من لي زون، يعني لي ريسبون دي ريبريزونتون تاع لي زون اللي كاين سي زون. كاين سي زون، معليش خلينا نكمل الطرح، نكمل الطرح فقط. حنا راه نكملوا دون لابسولي في المطلق، لانه حنا ما راناش في ليكزيكوتيف وعلى اساس يحقرونا، يعني حنايا توجور يدنا حقنا، وكاين اشياء صحيحه ماكش تما، الناس تولي ضدك. ولكن في لاكوميسيون دالبيتراج اليوم كاين واحد جزائري اسمه جمال حمودي. انا جو با وراه جمال حمودي الى لحق انا الجيري، حنا نقولوا لازم يكونوا لي زالجيريا في لي زانستونس باش ما ندوش حق الناس، ما يدوناش حقنا ولا واحد يتكلم عليه. اذا اليوم يديرونا ان اربيت يعني اللي اسمح لي، ما كاينش جمال حمودي. انا ما نوافقكش، انا لا اوافقك. كاين اسم يقولوا له جمال حمودي موجود، لكن ما كاينش جمال حمودي اللي دافع على الكره الجزائريه، ما كاش يعني ما نكذبوش. ومادا بينا سي جمال حمودي جاوبنا، لانه الحكام الافارقه كلهم ضد الكره الجزائريه الا من رحم ربي، حاشا اللي ما يستاهلش، راهم ضد الكره الجزائريه وهم يدبروا لها. الجزائر في كم من مره خسرت عن طريق الحكام. تقول لي كاين جمال حمودي، انا نقول لك ما كانش، لانه ما دخلش وما دار والو للجزائر، وما دار والو للفريق الوطني الجزائري، وما دار والو للفرق اللي جات. ولهذا النداء نوجهه يا سي رفيق، نوجهه للاتحاد الجزائري، ونوجهه لجمال حمودي. يا جمال حمودي، انت العين الصاهره تاع الجزائر في الكاف، يا اخي راهم يظلموا في الجزائر، اوقف. اي اتحاد الجزائر راح تلعب نصف نهائي مع نهضه بركان، وانت تعرف شكون هي نهضه بركان، وتعرف شكون وراءها. اذا عليك ان تقف بجانب الاتحاد لانقاذ ما يمكن انقاذه. الكاف تاهل فريق اتحاد العاصمه الى الدور النصف نهائي بعد الفوز 2-0 اليوم، فوز ثمين وثمين جدا في لقاء سيطر عليه فريق اتحاد العاصمه، رغم بعض المحاولات من الفريق المنافس خاصة في الشوط الثاني، الكرة التي ارتطمت بالعارضة، ولكن الاتحاد حقق الأهم بالتأهل في كأس الكاف. أمين أكساس. نعم، على كل حال نبارك لفريق اتحاد العاصمة على التأهل هذا إلى النصف النهائي. نظن باللي المقابلة كانت سهلة لفريق اتحاد العاصمة بارابور الفريق اللي لعب ضده. نظن هنايا حسم المقابلة في لقاء الذهاب، ودخل في هذه المقابلة كما لازم الحال، سيطر عليهم ساسوا من ناحية الاستحواذ ولا من تسديد إلى المرمى. شفنا سيتو في الشوط الأول ضيع عدة فرص سامحة لتهديف اتحاد العاصمة. أنا نقول باللي وين ديجا في لقاء الذهاب وين أنت تلعب أمام درجة الحارة، تحت درجة الحارة 37 ولاعبين صايمين، الفريق فاز ب1-0، هنا تفيق باللي فريق جد متواضع، قلناها من قبل. دونك فريق اتحاد العاصمه فاز بهذا اللقاء، نباركوا له وان شاء الله يروح الى ابعد حد في هذه المنافسه. ان شاء الله دور النصف النهائي علي بن شيخ يبقى تاهل تاريخي، ولكن الاهم الان هو الوصول للنهائي، ولما لا الحفاظ على اللقب. بيان سور، هذا لوبجيكتيف الاول، يروحوا للفينال وممكن يديوا لاكوب، هذه حاجه اسونسيال. ولكن كي تشوف اليوم ريزولتا معي فريق ماهوش حاجة كبيرة، 2-0، أنا ليا بورين كوب دافريك مع فريق متوسط هكذا، كنت نستناهم 1-4 ولا، ولكن كاليفيكاسيون أحسن من ضيعوا الكثير من الفرص. ضيعوا بيان سير، واش قلت لك؟ قلت لك أنا كنت نشوف 1-4 تقدر، كنت أنت تنتظر نتيجة عريضة. بيان سير نتيجة عريضة، مي بون هذا هو الفوتبول ليسونسيال، سي لا كاليفيكاسيون. كاليفيات محمد، المقابلة الأولى وين شفنا الاتحاد يعني لعب في ظروف جهنمية، رضوان من عانى الكثير، الحمد لله يعني الدفاع والحارس بن بوط كانوا في المستوى. اليوم المقابله
ما نقولش كانت سهله، لان كانوا قادرين يعني الفريق النيجيري يعني ديك اللقطه تاع العارضه يعني لو سجلوا هدف فاحنا كنا نخرجوا من لا، ولكن كنا قادرين نزيدوا نسجلوا هدف، كنا قادرين داكور كنا نقدروا نخرجوا من المسابقه. ولكن اليوم مبروك على اتحاد العاصمه، نشوفوا اللي بقاو نظن بقى واقل بركان يواجهوا بركان ولا الفريق ابو سليم. الان راح نشوفوا يعني يكون دور نصف نهائي شويه صعيب يعني. صعب دور نصف نهائي، راح نشاهدوا لقاءك او يلعب الان صفر مقابل صفر، مقابل صفر ولا الذهاب داروا صفر مقابل صفر. نعم. وبالتالي النتيجه راح تظهر بعد قليل. نروحوا بعد اليوم اللاعب الافريقي اللي سجل هدفين، هدفين كنا تكلمنا عليهم، انتقدناه. نعم انتقدناه، ملي انتقدوه يسجل، انتقدناه هو يماركي ما كان ثلاث اهداف، حاجه مليحه بينشر، حاجه مليحه بينشر. احنا ماذا بينا يجيبوا دي جوار اللي يسجلوا اضافه ولي يسجلوا، ماشي معناتها ما انتهى زعما انتقدناه معناتها دونك ولا انتقدناه. احنا ماذا بينا يكمل في هذه المسيره هذه يسجل اهداف. لا كي انتقدنا هذا اللعاب هذا في عام شحال ماركا ماركي 3 بيت واقيلا، كاين ما في حقنا ننتقدوه فصوت ما يماركيش 3 بيت في عام. صح ان ساي ديفونسور يماركي لا سجل في سجل في الكاس وسجل في البطوله. نعم قلت لك كونتر مليح ان شاء الله بلا لي 3 هادو او لا كلش بلا زوج يعني 5 كلش. نتمنوا يواصل تالق خاصه في المنافسه القاريه، لانه اتحاد العاصمه يمثل الجزائر في هذه المنافسه.